أكد الناصري الناطق الرسمي باسم الفريق الأخضر يتحدث عن الانتداب ويقربنا أيضا من سير المعسكر الإعدادي المتواصل للنسور بضواحي مدينة الجديدة. من أجل تطعيم الفريق بعناصر من أجل مواجهة المنافسات للموسم القادم على المستوى الوطني والقاري، تم التوقيع البارحة للاعب الكبيرة من فريق الكوكب المراكشي واللاعب ديال المنتخب الوطني. هذا اللاعب كيختم الآن لائحة لحد الساعة اللي تم انتقال ديالها إلى نادي الرجاء الرياضي، وغادي يلتحق مباشرة إن شاء الله بالمعسكر في مدينة الجديدة لمواصلة التدريب ديالو ورفقة الأصدقاء ديالو، اللي بالمناسبة اليوم خلدوا إلى يوم راحة بعد ما تم تخصيص هذا اليوم لإجراء تحاليل طبية لجميع اللاعبين، وستنطلق من جديد التدريب غدا إن شاء الله. المعسكر يمر في أجواء جد جد ممتازة نظرا للانضباط ديال اللاعبين ونظرا للبرنامج المتميز اللي كيعدو المدرب عبد الحق بن شيخة. هذا وأكد رئيس فريق الكوكب المراكشي فؤاد الورزازي على أن جبيرة كان قريبا من فريق الوداد الرياضي البيضاوي الذي اتفق مع جبيرة على عقد مبدئي، إلا أن الحسم كان من طرف فريق الرجاء البيضاوي الذي قدم عرضا يليق بلاعبه، مضيفا أن الفريق المراكشي تعاقد مع المدافع خالد السقاط لموسمين. فؤاد الورزازي رئيس الكوكب المراكشي لميكروفون محمد القردة. اللاعب جبيرة يعني كانت عنده عروض من فريق الجيش الملكي والوداد والرجاء، هو في الدوس الاخير يعني اخر لحظه يعني قبل ما يوقعش الفريق الوداد، كان كنظن بانه اتفاق مبدئي بين اللاعبين، انه حنا عطينا واحد المهله لفريق الوداد باش هما يقنعوا اللاعب باش يحمل الالوان لفريق الوداد البيضاوي. هذه المهله يعني كتسالي في 24 شهر 6، وبحال انه اللاعب الى ما قبلش فبالتالي اللاعب غادي يمثله يحمل الالوان ديال الفريق بالاختيار ديالو. يعني حنا عندنا عروض مثلا ديال الفرق ولا عروض يعني جيده، وكنشكرهم بهذه المناسبه الفرق هذو يعني.